كان يا مكان في سالف العصر والزمان على ساحل البحر المتوسط وتحديدا في مدينة اسكندرية، حلاق اسمه أبو صير وصباغ اسمه أبو قير، وصباغ يعني اللي بيصبغ الجلود. كانوا بيشتغلوا في محلين جنب بعض. كان أبو صير طيب القلب، نشيط وبيهتم بزباينه، وعنده حرص شديد على رضاهم، يقص الشعر بكل خفة وشطار. أما أبو قير فكان راجل مخادع وخبيث، مشهور بين الناس بالسمعة السيئة، وكان من عادته أنه ياخد فلوس صباغة القماش مقدم، ياخد الفلوس ويجري على السوق يصرفها، يروح أفخم الأماكن وياكل أحسن الأكلات، ولما يجي الزبون علشان ياخد حاجته يقول له أبو قير القماش اتسرق وأنا راجل على قد حالي وما أقدرش أعوضك. فالناس كانت مسلمة، يسكتوا ويمشوا وهم بيدعوا عليه، لكن كان في ناس تانية بيضربوه ويعملوا مشاكل. وفي يوم من الأيام كان من ضحايا أبو قير راجل من أصحاب النفوذ، رفع شكوته للشرطة. راحوا المحل بتاع أبو قير لكنهم ما لقوهوش، علشان كان من عادته إنه يروح يقعد عند أبو صير في المحل بتاعه اللي كان جنب المحل بتاع أبو قير. والضباط حطوا يافطة لو صاحب المحل حب يدخل محله يرجع لاسم الشرطة. قعد أبو قير مهموم في دكان جاره أبو صير، ما كانش عنده الجراءة إنه يعترف له بالمصيبة اللي هو عاملها وتصرفاته مع زباينه، وقام قايل له شايف يا أبو صير حظي السيء، الحرامية تعودوا يسرقوا حاجات زباين، وأنا النهاردة هو القانون منعني أزاول مهنتي، أنا لازم أمشي أشوف رزقي في مكان تاني. أبو صير كان عارف إن أبو قير مخادع وكذاب، لكنه ما كانش بيواجهه، كان بيفضل ساكت. وفي نفس الوقت أبو صير كان عايز يسافر يشوف رزقه في مكان تاني، فأعجب برأي أبو قير. قال له أنا كمان زهقت من المكان ده، أنا حلاق شاطر أشطر واحد في اسكندرية، واللي بكسبه مش بيكفي احتياجاتي، يلا بينا نسافر سوا، واللي نكسبه نقسمه ما بيننا. واتفقوا إن هما هيسافروا تاني يوم. قفل أبو صير دكانه، وأبو قير ساب دكانه تحت تشميع الشرطة، أخدوا حاجتهم واستنوا أول سفينة هتغادر. وهم في الطريق كان كلامهم كله على ضرورة تقسيم أي مكسب هم هيكسبوه مهما طالت الغيبة. ركبوا السفينة اللي كانت متجهة لبلاد بعيدة، وكانوا متحمسين جدا، بس ما كانوش يعرفوا إن السفرية طويلة وإن هم هيفضلوا في السفينة أيام كتيرة، وبالتالي ما أخدوش أكل وشرب كفاية. لكن كانوا محظوظين علشان ما كانش فيه بين الركاب حلاق غير أبو صير، قام يحلق للمسافرين وياخد بدل الفلوس أكل وشرب. وطبعا أبو قير ما كانش له أي لازمة ولا شغلانة يشتغلها، فكان بينام معظم النهار، وأبو صير شغال على الركاب ياخد منهم أكل بدل الفلوس ويقسمه على أبو قير حسب الاتفاق والعهد. وأخيرا رست السفينة في ميناء كبير بعد 20 يوم فضلوا فيه في عرض البحر. نزل أبو قير وأبو صير للبر وفضلوا يتمشوا في أنحاء المدينة، وقرروا أنهم يقيموا فيها. أجروا غرفة في مكان وسط المسافرين وعوائلهم، كان أغلبهم من التجار، وبسرعة شديدة كان أبو صير بيكسب كويس، يصحى بدري وينزل يحلق للناس، وطبعا أبو قير نايم وكان بيتمارض وبيدعي إن دوار البحر مش راضي يفارق جسمه. وفضلوا 40 يوم على الحال ده، أبو صير يشتغل كويس وأبو قير ما بيسيبش سرير. قدر أبو صير يكون مبلغ كبير وبقى معاه دراهم كتير، شالهم في كيس علشان لما يحتاجها يلاقيها لو داق بيه الحال. وقال لصاحبه أنت لو اتمشيت في شوارع المدينة ده هيفيدك ويعدلك نشاطك، المجالات هنا واسعة. لكن أبو قير قال له يعني كلامك ده بيزود عليا المرض يا أخي.
لحد ما في يوم أبو سير جاله مرض وبقى لازم له الراحة وإنه يقعد في البيت كذا يوم. طبعا أبو قير اتخنق وجاع، فضل يدور على أكل لكن ملقاش، بس لقى كيس الدراهم اللي احتفظ بيه أبو سير وكان محوشه. أخد الكيس وبسرعة خرج للمدينة، وكان أول مرة يتمشى في شوارعها ويصرف من الفلوس بتاعت أبو سير ويأكل في أرقى الأماكن وينزه على نفسه قوي. لكن في حاجة لفتت انتباهه، طبعا كصباخ شاطر، إن جميع الأقمشة اللي الناس بتلبسها في المدينة بلونين بس، الأزرق والأبيض. ولما استفسر عن الموضوع ده قالوله إن الصباغين في المدينة مش بيتعاملوا غير باللونين دول. راح أبو قير عند محل صباغ وقام قايل له: أنا صباغ شاطر جدا، ولو قبلتني أشتغل عندك هعلمك أسرار الصباغة بالألوان الطبيعية المختلفة، الأحمر والأصفر والأخضر وأي لون تحبه. لكن الصباغ رد عليه وقال له: إحنا النقابة بتاعتنا فيها 40 صباغ بس في المدينة دي، ومش بنقبل حد غريب معانا، والأزرق هو اللون اللي إحنا بنتعامل بيه. شكرا. أبو قير لف على كل الصباغين وعرض عليهم نفس العرض، لكن محدش وافق وكان ردهم زي رد أول صباغ. قرر إنه يروح لقصر الوالي ويشرح له الأمر ويقول له إنه عايز يخلي المدينة تظهر بألوان تانية غير اللون الأزرق. راح للوالي وقال له: يا ملك الزمان، أنا صباغ من بلاد بعيدة، بقدر أصبغ القماش بأي لون من الألوان الطبيعية، والصباغين هنا مصرين يصبغوا بالأزرق بس، ساعدني على نشر الألوان البديعة في ثياب رعيتك. الملك أعجب بالفكرة وقال له: طيب أنا هديلك المال والإمكانيات اللازمة علشان تعمل مصبغة بالمواصفات اللي انت عايزها وفي المكان اللي انت تختاره، مالي وخدمتي تحت تصرفك. وبكده أبو قير بقى عنده مصبغة فخمة في أحسن شوارع المدينة، والإقبال عليها بقى هايل. الناس لبست الألوان الجديدة، اللي لبس أخضر واللي لبس أحمر واللي لبس أصفر وأسود، وأبو قير اتشهر وبقى يقعد في المصبغة بتاعته زي الأمير، وتحتيه السجاد مفروش وخدم وحشم بيديهم تعليماته ويوزع عليهم الأوامر بتاعته. ولما جالوا الصباغين علشان يعرفوا منه أسرار الصباغة تجاهلهم تماما زي ما هم تجاهلوه. ما جاش في بال أبو قير ولا يوم إنه يروح يزور صديقه المريض، ولا حتى يسأل عن حاله ووضعه زي ما أخدوا العهد سوا. صاحب المحل اللي كان مأجره أبو سير لاحظ إنه مقفول مدة طويلة، فخمن إن أبو سير قافل المحل علشان يتهرب من الإيجار. استخدم مفتاحه وفتح الغرفة اللي كان مأجرها أبو سير، لقاها زيل وشاحب، والمرض والجوع هلكوه. صاحب المحل فضل يعتني بأبو سير لحد لما صحته اتحسنت، ولما فاقه بقى كويس ما لقاش أبو قير ولقى تخلى عنه. مش بس كده، ده كمان سلب منه كيس الفلوس اللي كان شايله. خمن انه تعرض لحادثة وهي دي اللي منعته انه يكون جنبه. خرج للسوق ورجع تاني لشغله علشان يسدد الإيجار اللي عليه ويجمع فلوس تانية يقدر يعيش بيها. لاحظ زحمة جديدة قدام محل قماش، قرب علشان يفهم سبب الزحمة دي ايه. شاف أبو قير صاحب المحل قاعد ومتباهي قدام المحل على كرسي كبير مزغرف بكل شموخ. فرح أبو سير جدا علشانه إنه صاحبه بقى ناجح في شغله. راح وقال له: أبو قير، أكيد المسبغة الحلوة دي والشغل الكتير ده هما اللي شغلوك عني يا أبو قير، مش كده؟ رد أبو قير وقال له: أنت يا حرامي كمان اتجرأت وجيت لي هنا، امشي برا مسبختي، أنا مش هتساهل مع حرامي حقير مرة واتنين، أنا صبري نفذ ومش هقدر استحمل المرة التالتة. يا خدم ارموه برا المسبغة نكر المعروف ده، وعرفوه لو جه هنا مرة تانية ممكن يحصل فيه ايه. أبو سير أمن على الأرض
وهدومه كلها تراب وجسمه متكسر من كتر الضرب. حس انه محتاج ياخد حمام بخار علشان يخفف عن نفسه الألم ويستعيد نشاطه مرة تانية. سأل واحد مشي في الشارع: ممكن تدلني على أقرب حمام هنا؟ رد الراجل وقال له: حمام؟ قصدك ايه؟ قال له أبو سير: مكان فيه مخطط سخن أو بارد الناس بتروح فيه تستعيد نشاطها ونظافتها، وفي غرفة بيسترخوا فيها بتتعبى بالبخار السخن. الراجل قال له: بقولك ايه، روح البحر، كل الناس بتروح تاخد الحمام بتاعها في البحر حتى الملك.